بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة رائد منتدى مصر الكافيه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رب تكونوا بخير ورب تكونوا دايما رائعين ومميزين ومبدعين. أهلا بحضراتكم في أول حلقة من سلسلة حلقات تعليم CSS 2.0. ابتدينا من فترة في تعليم أو سلسلة حلقات لـ HTML 4.0، وبعديها المفروض يكون في CSS، فهنشتغل على CSS 2.0. السؤال اللي ممكن يجي في أذهان الناس، أنت بتتكلم في HTML 4 وبتتكلم في CSS 2، على الرغم إن في HTML 5 وفي CSS 3. الغرض من كل ده اني انا ان شاء الله باذن الله مستقبلا ان شاء الله هيكون في HTML4 دروس ليها او سلسله حلقات ليها، وهيكون في سلسله حلقات ل CSS 3. بس لازم نفهم في الاول الامور مشيت ازاي. HTML4 ما جاتش من الاول، هي كده ده سلسله من التطورات اللي مرت بيها، وكانت HTML4 واحده من المراحل اللي لغايه لما اتطورت ل HTML4. بالنسبة لـ CSS نفس القصة بالظبط، فعلشان كده احنا هنحاول ناخد الأساس بتاع HTML4 و CSS 2، ودولت ممكن نعمل بيهم حاجات كتير جدا حلوة، ونكمل بعدين إن شاء الله في المستقبل مع HTML5 و CSS 3. هنلاقي إن الأمور بقت أسهل وأسرع، لأن احنا الأساس معنا كويس، ولأن اللغات دي كلها أساسا مبنية على بعض في مجموعة من المراحل. ده الهدف وده الغرض وده القصة من كده. علشان كده انا هبتدي ب HTML، عشان كده انا هبتدي ب CSS2، هنكمل يعني على CSS2 بعد ما ابتدينا ب HTML4 في سلسلة تعليم او تطوير الويب. ان شاء الله باذن الله هتكون المرجع اللي احنا هنشتغل فيه موقع توتوريال بوينت. طبعا انا بشتغل من لابتوب، فعلشان كده يعني ما فيهوش انترنت، فحفظت الصفحة عموما يعني. بس حضرتك لو حضرتك او حضرتك الناس اللي بتسمعني عموما يعني، لو دورت على توتوريال بوينت هيجي له الموقع فيه كم كبير جدا من الدروس. انا طبعا داخل على CSS، ده المصدر اللي احنا ان شاء الله هنشتغل عليه، وهو بيقسمها هنا لجزئيتين، بيقول لي على البر اللي على الشمال كده CSS beginners بالنسبة للمبتدئين، واحنا طبعا مبتدئين في ال CSS، وقسمها تحت واخد فيها مجموعة من العناصر: CSS home, introduction, syntax, inclusion, units, colors, backgrounds. الكلام ده ان شاء الله باذن الله بالتفصيل هنشرحه. كل جزئية من دولت، كل عنصر من عناصر القائمة ديت هاخد له حلقة لوحده، وهنحاول نغطي فيها الاجزاء ديت. المستوى التاني بيكون عبارة عن CSS advanced، هتكلم فيها عن visibility والpositioning واللايرز والسودو كلاسز، في سودو كلاسز والاليمنتس وقاعدة اترول والتكست افكتس وهكذا من العناصر ديت، لغاية لما نوصل للفاليديشنز. ده بالنسبة للمستوى الادفانسد. ان شاء الله باذن الله بعد ما يعدي الاثنين دولت في المستقبل، لو كان لنا نصيب ان شاء الله باذن الله، انا هنبتدي نحط مجموعة من الحاجات التوظيفية. يبقى احنا لو خلصنا دولت توكا سي اس اس كده الامور بقت واضحة وسهلة جدا، ونقدر نبتدي نوظف المعارف بتاعتنا. توظيف المعرفة ده هيجي من فين؟ هيجي في دروس توظيفية، يعني نتعلم مثلا ازاي نعمل هيدر لموقع، نتعلم ازاي نعمل فوتر لموقع، ازاي نعمل مثلا نافبار لموقع، ازاي نعمل نافبار افقي، نافبار رأسي، شريط اعلانات وهكذا. ده بالنسبة للجانب التوظيفي اللي هيتضح ماليا بعد ما نفهم العناصر او بعد ما نفهم الاساس. ده الهدف ودي القصة ان شاء الله باذن الله تكون دورة مفيدة، ونحاول نطبق فيها أكبر عدد ممكن من المعارف اللي احنا إن شاء الله نحاول نتعلمها النهاردة بإذن الله. معلش طبعا أول حلقات دايما بتكون نظري شوية، وبيكون دمها رخم، وبيكون دمها تقيل حبتين، بس هي لازم نفهمها ولازم نركز فيها كويس جدا، لأن أساس أي حاجة هو عنصر مهم جدا ليها، علشان لما تيجي تاخد الحاجة بعدين ما تنساش أو ما تعرفش هي أساسا اتبنت على إيه. فكونك أنت تكون عارف الأساس ده جزء مهم جدا وجزء اساسي، خصوصا في لغات البرمجة. هو بيقول هنا بيفور يو بيجين، احنا مش عايزين بيفور يو بيجين، احنا هو كده كده كلام سهل. لازم تكون عارف يعني برنامج بسيط لتحرير النصوص، لازم تكون عارف الدايركتوريز، ازاي تفتح ملف على نظام تشغيلك، وازاي تبتدي تنتقل دايركتوريز مختلفة زي مثلا من السي للدي للاي وهكذا. وده كله كلام سهل وبسيط. بيزك اندرستاندينج من انترنت براوزنج، ازاي تستخدم متصفح، بيزك اندرستاندينج من ويب ديفلوبمنت، يعني لازم تكون عارف HTML
او اكس اتش تي ام ال، وانا بالفرض بقول ان انت ان شاء الله طالما دخلت في سي اس اس المفروض يكون عندك سي، المفروض يكون عندك اتش تي ام ال، لان انت اتش تي ام ال هيكلها سي اس اس منظر واطار عام وتنسيق منظر وشكل، تمام؟ فانت هتشكل على ايه لو انت ما عندكش الهيكل ده، دي الفكرة وده الأساس. فلو أنت ما تابعتش HTML أنصحك تروح الأكاديمية وتدور على دورة مصر وكفيل تعليم أساسيات الـ HTML 4.0، وبعد ما تغطي سلسلة الحلقات دي تيجي تكمل معنا في CSS 2. طيب في البداية العنصر الأول بيقول What is CSS؟ بيقول Cascading Style Sheet CSS، اختصارة لكاسكيدنج ستايل شيت او لغه الانماط القياسيه، لغه الصفحات القياسيه. فوندلي ريفرز تو ا سي تو اس ا سي اس اس، ده الاختصار بتاعتها يعني. اتس ا سمبل ديزاين لانجويج انتندد تو انتندد، يعني عباره عن لغه بسيطه مصممه علشان هدفها وبتخدم سمبليفاي بروسيسنج وميك ذا ويب بيج بريزنتبل. يعني من الاخر كده السطرين دول بيقولوا ان السي اس اس اساسا عباره عن لغه بسيطه جدا، كل مهمتها انها بتخلي صفحات الويب قابلة للعرض بشكل جيد. هي خاصة ب الصفحات وتنسيقها والاطار العام ليها يوزنج سي اس اس. لما تيجي تستخدم سي اس اس انت تقدر تتحكم في الكالرز، الالوان، الوان النصوص، ذا ستايلز اوف فونتس، الوان الستايلات الخطوط، ذا سبيسز بتوين باراجرافز، المسافات ما بين الباراجرافات، هاو كولومز اند سايز اند لاي اوت، الاعمده واحجام الاعمده، واللاي اوت اللي هو المظهر العام للصفحه وطريقه او عموما التقسيمه العامه للصفحه، وات باك جراوند ايمج بالنسبه للصور، صور في الخلفيه اور كلرز، الوان الخلفيات، ان يوز ار يوزد، ازاي تستخدمها وازاي تطبقها، از ويل از افيرتي اوف افكتس، وحاجات كتير جدا من المؤثرات اللي تقدر تستخدمها ب سي اس اس. سي اس اس از ايزي تو ليرن اند اندرستاند، هي سهله وبسيطه عشان نتعلمها، لكنها ات بروفايدز ا باورفول كنترول، بتعمل لك او بتمدك ب ادوات تحكم قويه جدا علشان تخلي العناصر ال اتش تي ام ال بتاعتك قابله للعرض بشكل جيد. ده عموما الاطار العام او معنى سي اس اس. تلخيص عام للفترة الأردنية، سي اس اس تعتبر لغة قوية جدا خاصة بالعرض او خاصة بالالوان والخلفيات والخطوط والستايلات والالوان والكلام ده كله. هنا بيجي او هنا بنتكلم عن سي اس اس، هنا بيجي دور سي اس اس. طيب ادفانسد ادفانتجز اوف سي اس اس، المزايا كل انا نستخدم سي اس اس، ايه المزايا في اني انا نستخدم سي اس اس؟ اولا في المقام الاول سي اس اس سيفز تايم، انها بتحفظ الوقت. يعني ايه سي اس اس سيفز تايم؟ هتظهر ماليا كوني انا الخصائص ديت، لكن انا نشرحها نظري في الاول. تخيل لو انت كنت بتكتب كود اتش تي ام ال وعايز تغير في الوان الهيدات بتاعتك، عندك مثلا 30 هيد، ايه عامل مثلا عنوان للموقع، وعندك ولنفرض مثلا 50 عنوان رئيسي. تخيل علشان تغير كل عنوان رئيسي تغير له لون، تخليه باي لون من الالوان مثلا، تخيل هتكتب كام كود في كل هيد؟ هتروح ضايف كود، وتروح ضايف الخاصيه بتاعه اللون، وتروح ضايف القيمه بتاعه اللون، وتروح قافل التاج وهكذا. تخيل بالسي اس اس كل اللي انت محتاجه ان انت تحدد بس الاليمنت اللي انت عايز تطبق عليه الخاصيه المعينه والكل هيتطبق عليه. ديت واحده. الحاجه الثانيه او ده واحده من مظاهر سي اس تايم، فده بيوفر عليك وقت كتير جدا. بدل ما انت تكتب الكود في كل اليمنت، لا ده بدل ما تكتب الخاصيه في كل اليمنت، انت ممكن تكتبها مره واحده بس في اليمنت واحد بس، ولما تيجي تعرف في سي اس اس تطبق على كل الاليمنتات اللي واخده او اللي هي زي الاليمنت ده. الحاجه الثانيه ان اساسا في المنطق العام بيقول لك سي اس اس and then reuse same sheets in multiple HTML pages. انت اساسا ممكن تستخدم الكود السي اس اس او صفحه الشيت بتاع سي اس اس ده اساسا في اكتر من صفحه ويب، وده امر مهم جدا ورائع جدا. بدل ما انت مثلا تقعد تكتب لي كود او كل صفحه ويب تحط فيها مجموعه اكواد، لا انت ممكن تعمل مجموعه صفحات وكلهم تربطهم بملف سي اس اس واحد بس، وبهنا كده وفرت وقت كتير جدا. ده سي اس اس سيفز تايم. نقطة تانية، بيج لود فاستر، الصفحات
بتتحمل بصوره اسرع. طيب من فينتش الصفحات بتتحمل بصوره اسرع. If you are using CSS, لو انت بتستخدم CSS, you don't need to write HTML tag attributes every time. انت مش محتاج تكتب اكواد او مش محتاج تكتب التاجات والخصائص بتاعت ال HTML في كل مره, لا. كل اللي انت محتاجه ان تكتب الرول واحده بس في CSS. يعني فلنفرض زي ما انا قلت, خلينا في مثال الهيد. كل اللي انت محتاجه عندك 20 هيد, عايز تخلي ال 20 هيد دولت 20 عنوان فرعي اقصد بمعنى, او عنوان رئيسي, عايز تخليهم كلهم بلون واحد. كل اللي انت محتاجه انت تكتب الوصف بتاع الهيد والخاصيه والقيمه بتاعت اللون وبس. كل ده بعدين اوتوماتيك اول ما تبتدي تعمل ريفرش للصفحه ده اللي هيظهر ان شاء الله بعدين, هتلاقي ان كل الهيدات طالما النسخ بتاعها كان عام, او طالما كنت مطبق على الهيدات عموما اتش 1 او اتش 2 او اي هيد من الهيدات عموما, هتلاقي ان كل الهيد اللي زي الاليمنت اللي انت طبقت عليه هتاخد نفس الخصائص اللي موجوده في كود السي اس اس. علشان كده فانت مش محتاج تكتب مجموعه من الاكواد في كل اد في كل او مش محتاج تكتب مجموعه من الخصائص في كل كود. يعني مش محتاج تكتب مثلا اتش 1 كلر او مثلا فونت كلر بيساوي ريد على سبيل المثال, مش محتاج تكتبها في كل اتش, او مش محتاج تكتبها في كل باراجراف. علشان كده كم الاكواد في ملف ال HTML هيكون قليل, وطالما كم الاكواد كان قليل يبقى الصفحات هتبتدي تعمل داونلودد فاستر, هتبتدي السيرفر يبعتها لك بسرعه وتبتدي ايه تتعالج بسرعه اسرع لان كم الاكواد قليل. فعلشان كده لود فاستر, العمليه بتبتدي تكون اسرع. ايزي تو ميت نيدز, قصه الصيانه وبمعنى اني اعدل فيها او ما نمنتج عليها. طبعا ده مهم جدا في النقطه دي اللي انا عايز اقوله فيها بالظبط, اني قصة اني انا اعمل شيت واحد واربطه بمجموعة, او شيت سي اس اس واحد بس واربطه بمجموعة من صفحات الويب بيج. فبالتالي لما انا نيجي نغير في الشيت ده, كل صفحات ال HTML المربوطة بالستايل بصفحة السي اس اس هتبتدي تتغير بناء على التغييرات اللي انا هعملها في ملف السي اس اس. دي نقطه. فبالتالي بتخلي الامور دايما اسرع في الصيانه, لان انا مش محتاج ادور في 1000 صفحه او مثلا 100 صفحه, 100 صفحه اتش تي ام ال. تخيل لو انا كنت عامل 100 صفحه اتش تي ام ال وعايز اغير في كل صفحه, هيدر يا نهار ابيض, انا ممكن اموت فيها. لكن مع السي اس اس بس كل اللي انت محتاجه ان انت تحدد دفاتك اللي انت عايز تشتغل عليها, تحدد الاليمنتات اللي انت عايز تمنتج عليها او تطبق عليها, واوتوماتيك كل الاليمنتات اللي من نفس النوع ما لم حضرتك تخصص هتاخد التأثير او هتاخد مجموعة الخصائص اللي انت بتشتغل عليها. علشان كده هتخلي عليك او هتخلي مسألة الصيانة والتطوير سهل بدأ يعني. والسهولة ديت بتيجي من فين؟ انا امنتج على ملف على ستايل شيء على شيت سي اس اس واحد بس, ولا امنتج على مجموعة كبيرة جدا من صفحات الويب؟ ديت النقطة الفيصل. سوبريور النقطة الرابعة بيقول تقريبا سوبريور ستايل تو اتش تي ام ال, قصة الفائقية على الاتش تي ام ال, او كنا هي مثلا مش هنقول فائقية, هما كده كده الاثنين بيخدموا بعض. CSS has a much wider array of attributes than HTML. بيقول ان انا عندي مصفوفة كبيرة جدا من الاتريبيوتس الخاصة بال CSS, اكبر ماتش وايدر من فين؟ من اتش تي ام ال. طبيعي لان الاتش تي ام ال لغه هيكله مش لغه الوان وتنسيقات وتنظيم وعرض. تنظيم وعرض وتنسيق والوان وخطوط وخلفيات وباراجرافات وسبيسات والكلام ده كله سي اس اس, لكن اتش تي ام ال لغه هيكله. نتاكد على النقطه ديت مره ثانيه ان حد نراجع عليها. بس انا قلت في كورس الاتش تي ام ال اللي فات بخصوص يعني ايه اتش تي ام ال ويعني ايه سي اس اس. اتش تي ام ال لما تيجي تبني بيت, البيت ده بتوديه المهندس, تمام؟ المهندس بيبتدي يرسمه لك على الورق, يقول لك هنا في منور, وهنا في اوضه نوم, وهنا في البوابه بتاعه العماره, وهنا هيكون المطبخ, وهنا هيكون دوره الميه, وهكذا. هنا اللي بتعمله اتش تي ام ال هي تقول لك ان هنا في هيدر, هنا في هيدر, هنا في فوتر, هنا في بادي, هنا ممكن تحط الكود بتاع الباراجراف وهكذا. لكن بعد ما المهندس يبتدي يصمم لك التصميم ده وانت بالفعل تبنيه,
يبقى الجميل ايش الراجل اللي هيبتدي يمحر ويبيض ويدي الالوان والكلام، هو ده السي اس اس. فبالمنطق وبالعقل الخيارات الموجوده في الالوان والخلفيات والكلام ده هي اللي خلت لسي اس اس ماتش وايضا الري، خلت ليها مصفوفه كبيره جدا من العناصر او مجموعه كبيره جدا من الاتريبيوتس والخصائص، لانها تحكميه اكتر بالمظهر العام مش تحكميه اكتر بهيكله الصفحات. الحاجه العنصر الخامس تقريبا مالتيبل ديفايسز كومباتيبلتي، قصه الكومباتيبلتي التوافقيه مع مالتيبل ديفايسز، وخصوصا في الاجيال ديت والزمن اللي طالع ده مع انتشار اجهزه البي دي اي الكمبيوتر الكافي في الايباد والموبايل فون والسمارت فون واللابتوبس والمونيتورز الذكيه والشاشات اللي باللمس وحاجات كتير جدا، والمساحات اختلفت ما بين 1024 في 768 وما بين على حسب المقاسات بتاعه الشاشات، وتغير انت عايز صفحات تطبع ولا انت عايز صفحات تشتغل على موبايلات ولا انت عايز صفحات تشتغل على بي دي ايهات ولا عايز صفحات تشتغل على شاشه ال سي دي ولا عايز صفحات طيب صفحات ويب طبعا تشتغل على شاشه لابتوب ولا صفحات ويب تشتغل على سي ار تي عاديه، حاجات كتير جدا وامكانيات كتيره جدا. الكومباتيبلتي المجموعه في موجوده في سي اس اس وبتدعمها، ممكن بيها تحدد صفحه تطبع، تحدد صفحه تشتغل على موبايل فون، صفحه تشتغل على شاشة عادية وهكذا. وان شاء الله بإذن الله لو كنا من أهل الدنيا ولو كان في الكورس ده النقط الخاصة بالكومباتيبلتي مع المالتيبل ديفايسز ان شاء الله نحاول نشرحها. الحاجة العنصر الأخير في الأدفانتجز بتاعت سي اس اس بتكون الجلوبال ويب ستاندردز. الجلوبال ويب ستاندردز معناها ايه؟ قصة القياسية اتش تي ام ال اتربيوتس ار بينج ديكوريتد، بيقول ديكوريتد هو طبعا متأخر شوية لأن بالفعل ديكوريتد من بدري أو أنا اللي متأخر عموما لأن ظهرت اتش تي ام ال 5 بالفعل، فعلشان كده من المعصبين المفروض ان انت تستخدم سي اس اس لانها ليها قبول او هي منتشره ما بين البراوزرات، وبراوزرات كتير جدا بتدعم الاوامر والاتريبيوتس بتاعت السي اس اس. طيب النقطه الثانيه بتكون عباره عن هو كرييتس اند ميدنس مينتين سي اس اس، مين اللي خلق، مين اللي صنع، مين اللي ابتكر، مين اللي بيطور في اكواد سي اس اس. بنقول ان هي عموما الاطار العام للملخص ده حاجه اسمها W3C، ده الهيئه المسؤوله عن تنظيم الوضع السبيسيفيكيشنزات والوثائق التعريف والكلام ده بتاع لغات البرمجه بتكون W3C. وطبعا لو دخلت على الانترنت وكتبت W3C هتبتدي يظهر لك الموقع الرسمي بتاعها وانت ماشي. سي اس اس فيرجنز، بالنسبه للفيرجن من سي اس اس كاسكادينج ستايل شيت ليفل 1 سي اس اس 1، احنا شغالين في سي اس اس 2 طبعا ظهرت سي اس اس 3، هنغطي سي اس اس 2 وان شاء الله باذن الله ندخل على سي اس اس 3 بصدر مفتوح وبقلب ملقوب ان شاء الله باذن الله بنفس جامد، وان شاء الله باذن الله ربنا يكتب اللي فيه الخير. الابوات الستوريال ديت بتاعته هو. احنا تقريبا كده بيكون خلصنا موضوع حلقه اليوم في المقدمه العامه لسي اس اس. ان شاء الله باذن الله نلتقي مع سي اس اس سينتاكس الصيغه العامه لكتابه سي اس اس الحلقه القادمه. سعيد جدا باستضافه حضراتكم على مدار الحلقه ديت وعلى مدار التوتوريال بالكامل. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة